افلام سنة قادمة مليئة بصناعة الافلام، ان يحكوا قصصهم، واتمنى لهم كل خير. فيلم قوارير هو فيلم طويل يكون 5 افلام قصيرة بخمسة مخرجات مختلفات وقصص مختلفة تربطها ثيمة واحدة وهي ثيمة المرأة داخل المنزل وخلف الابواب. الفيلم الحمد لله فاز اليوم بافضل فيلم وفاز بافضل تصوير وفاز بافضل سيناريو. طبعا احنا مبسوطين جدا في نهاية هذا المهرجان ومهرجان الفيلم السعودي، وهنا يعني الاول مشاهدين لك واول جمهور لك اللي هو المجتمع اللي انت يعني تربيت فيه وترعرعت واستلهمت منه هذه القصص. الحمد لله فاز الفيلم الوثائقي من ذاكرة الشمال، وانا احب اني اهدي الجائزة هذه لاول شيء لجميع السينمائيين، ثانيا لجميع من شارك وامن ووقف خلف العمل هذا، وثالثا لجميع من عايش الذاكرة وعايش حرب الخليج والأجيال المتتابعة. فميزة الجائزة هذه أنها توثق تاريخنا وتوثق ذاكرتنا، وأنا أحب أهدي الجائزة هذه لجميع من شاهد الفيلم وعمل في الفيلم، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله، وكل مهرجان أنتم بخير إن شاء الله. صراحة أنا من قبل المهرجان ما كنت متوقع الجائزة، يعني كنت سعيدة بأني كنت من المنافسين، وسعيدة بأني أنا شفت العمل الخليجي على مستوى الخليج الأعمال المستقلة، وسعيدة حتى في تفاعل الجمهور مع الأفلام المستقلة، وحسيتها فعلا المهرجان الأفلام السعودية بيكون من المراكز اللي تجذب المخرجين الخليجيين وصناع الأفلام في هذه المنطقة.